استراتيجية وطنية لتطوير وتعميم شعبة الرياضيات، ذلك ما يعمل عليه قطاع التربية الوطنية. إجراءات ستتخذ لإعادة النظر في كيفية توجيه التلاميذ نحو اختيار هذه المادة العلمية، بهدف ترغيب وتشجيع التلاميذ لاختيار شعبتي الرياضيات والتقني الرياضي. تتجه وزارة التربية الوطنية نحو إعادة النظر في كيفية توجيه التلاميذ نحو هاتين الشعبتين، وكذا إعطاء الأولوية في توجيه حاملي شهادة البكالوريا لشعبتي الرياضيات والتقني الرياضي في التخصصات الجامعية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إجراءات تطوير الرياضيات التي اتخذتها الوصاية مكنت الجزائر من احتلال الريادة الإفريقية في مجال البحث العلمي لهذه المادة. في الخمس سنوات الأخيرة في المجال البحث العلمي في الرياضيات، يعني نهضر على مادة الرياضيات، رانا الأولين في إفريقيا. أون أ دو تري بون زيلاف. أنا كنا لي زيتيديون عندنا هنايا ملاح، لو بروغرام ملاح. البروبليم سي كيلزم نعطوهم دي مويان ليهم هما والأساتذة اللي يفورميوهم، يكون من في التربية الوطنية ولا في التعليم العالي والبحث العلمي. هذه سال الأولياء، يعني الأولياء ماذا بينا الأولياء يعلموا تلاميذهم الرياضيات من صغرهم، باسكو من شب على شيء شب عليه، هذا هو المبدأ. يعني لو كان التلميذ يتعلم الرياضيات من صغره راح تترسخ فيه وراح تتجذر فيه، هذه أول حاجة. ثاني حاجة ندعو التلاميذ ما يتخوفوش من الرياضيات، ماهيش حاجة، يعني حاجة جد بسيطة وحاجة بزاف مفيدة لو كان نعرفوا الحاجيات تاعها في الحياة تاعنا وكيفاش نطبقوها. اليوم الدولي للرياضيات كان مناسبة لتقييم ما حققته الجزائر وما تخطط له لتطوير وتعميم هذه الشعبة العلمية الهامة. شعبة بفضلها يمكن إنشاء ذهنية جديدة لدى مواطني الغد.